أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. الطمع، جشع النفوس، لعبة الثعلب الماكر، تهديد بالقتل، تزوير وتوقيع بالإكراه. قضايا العقار تتصدر أروقة المحاكم، والسبب الإرث. مشاهدينا الكرام من استوديوهات قناة الهجار، نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج الخط البرتقالي، والتي تأتيكم بعنوان الإرث، القضية التي تهز معظم العائلات الجزائرية. تحولت قضية الميراث في بعض الأحيان إلى خلق العداء بين الإخوة والأقارب، وقد تصل إلى قطع صلة الرحم وولوج قاعات المحاكم. هذه الأخيرة أضحت في السنوات الأخيرة لا تخلو من قضايا النزاعات حول أنصاب متباينة من تركة المتوفي، يتحايل فيها القوي على الضعيف بوثائق مزورة تدخل الورثة في دوامة الإجراءات القانونية التي قد لا تنفض إلا بهلاك شخص آخر يفسد القسمة ويعيدها إلى نقطة الصفر. تابعوا معنا هذا التقرير. لا تزال أروقة المحاكم تعج بالعديد من القضايا التي انعكست نتائجها على المجتمع وفككت روابطه الاجتماعية. الميراث واحد من هذه المشاكل التي ألقت بظلالها على وحدة العائلة الجزائرية وفرقت روابطها، ما أدى إلى تفرقة وقطع صلة الرحم، رغم أن الدين الإسلامي والمشرع الجزائري كان واضحا في هذه المسائل وأعطى لكل ذي حق حقه. فهل طغت الماديات على الروابط العائلية؟ وهل أصبحت الأعراف تحكم مجتمعاتنا؟ شوف، أن الميراث هذا مشكلة اجتماعية بالخصوص. دوك يعني كل حكام بعد من الناس يعني يجوز الورث تاعهم يعني كي يموت الشيخ باباهم ولا كيما نقولوا يجوز بكل شفافيه يعني يقسموا يعني بيان متفاهمين. وكاين وين اغلبيه وين يكونوا مشاكل حسب المعلومات هكايا، وين يكون مشاكل كيكونوا بالك الراجل يكون مزوج بزوج نساء ولا ثلاث نساء، ولا كيكون مطلق والاخر يكونوا بنات بزاف وخلوطه، دونك يوقع مشاكل. الاخر يقولوا ما نبيعوش نبيعوا بشومه، الاخر يقولوا ما نبيعوا نبيعوا بشومه هكذا. وشنو هنا باش نقول لك، حنايا عندنا هذه العقليه ما في شغل نحينا ديال الاسلام. الاسلام يقول لك عندك حق دي حقك يا اخي. والله هذا مشكل على كل حال، قادر العائله تسيبارا، قادر الاخوه تكثر عليهم العداوه. اولا الميراث فصل فيه الرب سبحانه عز وجل في سوره النساء اعتقد،
نظن باللي المشاكل تاع الميراث هادو مشاكل كبيرة بزاف. إذن الهدف من هذا اللجوء إلى القسمة أمام العدالة سواء بطريقة ودية أو ما في حالتك إذا كان هناك نزاع بين الورثة أو أحدهم، الهدف منها هو أخذ لكل ذي حقه، الاستفادة لكل وارد بنصيبه على حدة، سيما إذا كان أحدهم أو أغلبهم لم يستفيدوا بعد مورث وفاة مورثهم بسبب أن الطرف الآخر استولى عليها بعد وفاة المورث واستغلالها لمفرده دون إخبار الطرف الآخر بصفته المالك هو أيضا إلى جانبه أو حتى منحه حصته منه وهكذا. وبالتالي هنا وكل من يهمه الأمر كوارد شرعي إنهاء خروج من حالة الشيوع أي قسمة التركة حتى يتمكن كل وارد شرعي الاستفادة منها أو انتفاع بحصته بسبب أنهم لم يتمكنوا من اقتسام تقسيم هذه التركة بالاتفاق، الأمر الذي يؤدي أحدهم أو أغلبهم اللجوء إلى رفع دعوى أمام القاضي العقار المختص مكان وجود العقار. خويا شاب المطار هو مشكل صعيب بزاف. راني أنا في المهنة تاع وكالة عقارية، لما يكون يسمى مثلا البيع تاع فيلا ولا تاع قطع أرض أو فلاخر يا بوكو بروبلم فيها. احنا خاطينا هادو ما تاع الورد، صح هادو ما نعرفوه احنا من بكري الورد واعر الورث واعر، علاش دوكا لازم الانسان كي قبل ما يموت يصفي روحه في الدنيا مع ولاده مع نسابه مع مرته مع هذه الدنيا اخو. الورثه ما كانش حاجه صعيبه كيما الورثه كاين ناس خدعوا خياتهم، كاين ناس خدعوا خوتهم، فتنه. ربي يقول لك ان اموالكم واولادكم فتنه لكم، فتنه. دوك الدار مع اخوك راك درت فتنه، تروح لدار شرعك درت فتنه، فتنه مع اخوك، تشكي بخوك راك درت فتنه. الدار مع خويا جال دراهم عيب يا اخو، عيب المشاكل هذو اللي يصاوا في الورد. ماما ما صافي با كاع ما يصاوا حتى مشاكل. يا لطيف ربي يحفظنا يا اخي، المفروض ان الناس تتفق مع بعضها اخوه ولا اللي كان، ولكن لازم الناس يحطوا شويه عقلهم في روسهم ويتفهوا بالتي هي احسن. كان موضوع وقضية الميراث سابقا وحاليا تشكل عقبة لعدم معرفة كيف تتعامل الأسر مع قضية الميراث، فتنقصنا ثقافة التعامل مع الميراث في المجتمع، تنقصنا كذلك منطقية تقسيم الميراث وزمن تقسيم الميراث وكيفية تقسيمه. تدخل عدة عوامل في تقسيم الميراث، وهذا السبب الذي يجعل دائما عندما نقول قضية ميراث يعني ترافقه عدة مشاكل أسرية عديدة جدا، منها ما يتسبب في قطع الأرحام ومنها ما يتسبب في تشتت الأسر بكاملها. كثيرا ما تتشابك الأيادي وتتلاطم الأوجه ويسجن البعض ويتبادل اللكمات في سبيل الحصول على جزء من التركة التي يخلفها الوالدان وراءهم بعد وفاتهم، ليبقى الأولاد يواجهون شراسة بعضهم البعض عندما يحتل الطمع قلوبهم ويضعف من إرادتهم. لكن طمع وجشع العبد وضعف إيمانه وراء كل المشاكل التي تحدث في الإرث. تحايل، تزوير، ثم جريمة قتل منظمة ومخطط يفشل بسبب صحو الضمير. لنتابع. وش حبيتو نقولكم؟ انا شاب يعني عندي 25 سنه في عمري، جيت اليوم نحكي حكايه خويا اللي قتل بابا على جال الورث والدراهم.
حنا يعني من العائلات المعروفة في بن عكنون، كاين في دارنا خمس خارانا خمس خاوة في دارنا، زوج بنات وثلث دراري، وأنا هو الصغير فيهم. دارنا الحمد لله لاباس بينا، يعني خاطر جدي قبل ما يموت خلانا الورث تاعو والعقارات تاعو، يعني عندنا كلش وحتى حاجة ما تخصنا. وكان بابا يعني تاني كيخدم وخدام على الدار، حتى وين لحق الوقت وين بابا مسكين مرض وطاحت صحته وما ولاش قادر يخدم. هنايا خويا الكبير هو اللي شد له الخدمة. بابا مسكين حكموا الكونسير بعيد الشر، والطباء قالوا باللي ما يقدرش يزيد يعيش بزاف. وهنا مسكين بابا دار ثقة عمياء في خويا، وحنا تاني تكوننا مأمنين ودرنا فيه كونفيونس توتال. بدا روح يجي يا زمان ولي يا زمان، بدا خويا يخدم وكدا منا، دار دراهم ولا يبان لاباس به كدا منا، وحنا ما بان والو. جورتو جو نقولو له خويا ورام دراهم وين راهم يروحو كدا منا، قلنا الخدمة ما راهيش تمشي والخدمة ميتة وما على باليش. معليش قلنا احنا نورمال، بالك عنده الحق وبالك راهو يجيب دراهم من جهه واحده اخرى. المهم ودارنا كانت معروفه، ولا فامي تاعنا من اشهر العائلات في بن عكنون. وكان اطون زونطون خويا زعما يجي يمد هكا شويه دراهم البابا قبل ما يموت الله يرحمه، زوج باش ينسيه ما على باليش انا واش من البيت كان عنده في راسه. واحنا عمرنا ما شكينا وقلنا بلي زعما خويا راهو يلعب الحيله، يلعب الحيلة مورانا. وموراها يعني وبعد شهر توفى بابا الله يرحمه. ما تتخيلوش كيفاش كان الحزن، يعني ما نقدرش نوصف لكم يعني كيفاش الحزن اللي كان على بابانا بالصح. وكان زيدوا تشوفوا تانيك الحالة تاع خويا كيفاش حزن عليه، ما تأمنوش كيفاش. وكيفاتت 6 شهور اختي الكبيره قالت لخالت نديرو دركا الفريضه، هذه جوست بس شهور من الوفاه تاع بابا. يعني باسكو علاش في الشهر الاول كامل حزننا، وحتى خويا اللي كان شاهد الخدمه حزن وبكى، يعني ما تقدروش كاع تيماجيني وهذاك البكا اللي كان يبكي فيه وما على باليش. وفي الوقت اللي اختي هضرت موراها ب6 شهور قالت نديرو الفريضه باش كل واحد يدي حقه، يعني سي فري علاش يعني كل واحد يقدر يطالب بحقه. هنايا كل ما نعيطولو وش يقول لنا؟ راني مشغول عندي الخدمة، راني ما على باليش، ما رانيش هنايا، وكل خطرة يجيب لنا سبة. حتى وين نهار تفهمنا كامل قلنا له لازم نفريوها، وتما ما تقدرش تيماجيني والصدمة اللي لحقاته. قالنا باللي بابا الله يرحمه كتب لي كلش على اسمي قبل ما يموت، وانا ما حبيتش نهدر. ايماجيني وكيفاش يصرالنا هنايا، كيفاش الضربة الأولى كان يقول الخدمة ما هيش تمشي وكدا وما على باليش، جوست موراها ما يموت بابا كدا منا يقولنا باللي كتب كلش على اسمه. وش راح نقول تما، يعني فغيمون تقلبت الدار كامل، تخلو تقولو صارت حرب كبيرة بيناتنا. زادت يما مسكينة مرضت ومازالها لحد يعني مازالها حتى لدوكا. وانا حنايا يعني ما امناش يعني كيفاش بابا يقدر يدير حاجه كيما هذه ويفرق بين ولادو، يعني يروح يكتب الورث كامل لوليدو واحد اللي هو خونا الكبير اللي شد له الخدمه ووقف عليها زعما باش يديرها، ويعني يعطينا يعني كنا تاكلين باش يمد لنا حقنا كامل. ما فهمت والو انايا. معليش كي زدنا حوسنا من بعدا زدنا واش صبنا، صبنا حتى مسكينه يما يا عجبه دالها الورث تاعها، ما خلى دالها الورث تاعها وما خلى لها والو اللي ورثاتو على باباها. هضرنا له قلنا له يعني علاش راك دير هكا، ماكش تشوف لي فريمون هذايا حاجه تاع زور وعيب وما يحبهاش ربي هكدا منا ما على باليش، ما حضرش ما هضرش معانا يعني ما قيمناش كامل. وكي واجهنا قال لنا واش قالنا يعني، وكي الحق كما يقول لك الحق الموس للرقبه، واش قالنا؟ قالنا ايه زورت كلش وديت لكم حقكم وراكم ساكتين ساراكو ساكن. وزاد لاميور واش قالنا؟ قالنا راكو ساكنين في ملكي، تسكتوا ولا تجيبوها برا بيكم بيماكم. كيفاش ما فهمنا والو احنا، وكيفاش الطفل تبدل ضربه واحده؟ هذا كامل واش راني نحكي
يقدر الانسان يقدر يعني الانسان يصبر عليه ويجوز ويجوز يعني التزوير كامل للناس. تزور مي تلحق باش تقتل باباك على جال الورث، هذه اللي ما يقبلها لا الدين ولا القانون. اما الاخو يقتل بابا على جال الورث كيفاش حتى عرفنا؟ دوك نحكيها لكم مليح خاطر علاش. الطبيب اللي كان دايما يداوي عنده بابا الله يرحمه، يعني بلا ما نذكروا اسمه يعني ربي يذكره على خير، كان دايما يداوي بابا يجي عنده يعني حتى للدار مسكين، باسكو علاش الصحه تاع بابا ما كانش يسمح له باش يروح للطبيب وكذا يعني مع المرض نتاعو وكذا، من تما كان وقف معاه حتى الدقيقه الاخرى ووقف له على الصحه تاعو باش يبرى، وكان يعني فريمون تقدروا تقولوا صاحب بابا يعني الله يرحمه. واللي مسكين غير ما صارت لمرتو وثلاثه اولادو اكسيدون اللي صارت في سعيد حمدين ما عندهاش بزاف، وماتوا بين ثلاثه كامل. وقبل ما يدفنهم بهذا الشوك جاء لعندنا للدار وقالنا بلي انا قتلت باباكم. هنا يفهمنا علاش، باسكو علاش خويا كان متفاهم معاه مقبل باش يعطيلو قلبه ولي بومو ديالو يعني بالدواوات باش يقتلو، وهذا طبيب مشهور وعنده اسم. اسمح لي خويا ما نقدرش نكمل، سمحوا لي. قال ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هذا المعنى كأن العبث أو عدم الالتزام أو اللامبالاة في المقادير المحددة في القرآن الكريم بإعطاء كل ذي حق حقه من البنات والزوجات والأمهات كما يعطى للآباء والأولاد الذكور، إذا لم يراعى هذا الأمر ليس صاحبه متوعدا بذنب كبير ولا حتى بدخول جهنم، وإنما المتأمل أنه يدخل جهنم خالدا فيها. الآية الأولى إن الذين يأكلون أموال اليتامى، ويتيم لا يعطى لأن مات أبوه مورثه ولا يعطى حق له حقه، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الطمع طاعون، هذا المثل الشعبي يصلح لوصف الحالة التي تصل إليها بعض الأسر بسبب الأطماع في الإرث، ليصبح هذا الطمع مثل الطاعون ينخر توادد وتحابب الأسر ويجعلها عرضة للضياع والشتات. لا لشيء إلا لأن الطمع في الدنيا أفسد على بعض الأفراد عقولهم وأرادوا الاستيلاء على ما ليس لهم به حق أو حرمان غيرهم من حق مستحق لهم بقوة الشرع والقانون. لا تكاد تخلو منها أسرة من الأسر النزاع حول تركة راحل أو حول عقارات بالملايين، والخصامات بين أبناء العمومة وفقراء دخلوا في قطيعة أبدية مع إخوانهم وأخواتهم، كلها مشاكل تحوم في فلك الإرث وصلت إلى حد الاقتتال بسببه. تابعوا معنا. راني في عامين واحد ثلاث شهور ولا اربعه، انا عامين ونص جيت مساكن تاع خويا خير علينا ولعب لي بابا، كاين كي خويا وخويا راه في شرعه معاه فشكنا في كراج باع واحد الكراج وما ساكت بخدم كبار مترافقين، وخويا راه في شرعه معاه خويا الكبير راه في شرعه معاه. وانا من المشاكل هذوك جيت لهنا الجزائر هنايا، من المشاكل هذوك جات انا هنايا جابوني لهنا الباب الزوار ماشي من الزوج في الربع، واش كان يقول لك ما عندي والو، قعدت معايا سبعة ثمان أشهر من الزعف هذاك اللي أهملت، ما عندي حتى حاجة، ما عندي لا يما لا بابا لا خال، كنت نخدم أنا نخدم بالنهار باش نوميت هنا عندي ثمان سنين في لكن راهم يعطوني واحد 600 درهم في الشهر، خدمت في البابورات كنت واتشمان كاردان دون في البابورات، في أساس البابورات أنتي ناسيونال وقت قندوز. وما يقول لي من 92 حبسونا جاوني للنهد، قعدت في 4 سنين بالنهد وخرجنا من تما وقت الإرهاب من تما وأنا مريح. ومن بعد فتح رب العالمين جابوني لهنا في الدومين دوز، يعني هنا جابوني في الدومين دوز، يعني حتى
يستقبل بيا الحاج بقاسم هنا يعني كمان هذا ما نحوش عليهم يا بنتي ما نحوش عليهم ما نحوش عليهم يجي يجي لو شارع مرحبا به واللي ما يجيش كان الحمد لله بس كان المكان اللي لحقت ليه خوتي ما لحقوش ليه ما لقري عندهم مناير ولا ملح ولا المكان اللي لحقت ليه انا ما نسحق حتى واحد منهم معنا يحفظ اللي عندي اختي مات عندي من الفتي ما نحوش عليهم يحوشوا علي انا راني خير منهم راني في مكان خير منهم انا جبت عمره وحدهم والله ما شافوها بالسقاير نتاعهم ما شافوها خوتي بالمناير نتاعهم ما شافهاش انا نعمني رب العالمين الحمد لله وعاوني مشي بقاسم هنا عاود ديريكتور نتاعنا عاوني بزاف ومشي كمال هذا هو العقلي هنا هاني نعقبوا يعطوني بالمشور ونخرج برا ندور شويه برا ونعاودنا ونريح لهنا والحمد لله انا المكان اللي نعكس ليه ربي اللي عالم به والله ما طمعت به هنايا بان نجيب عمره وحجه عاونوني رب العالمين وعاوني الحاج بقاسم وكمال الحق ما الله يهديهم خوتي الله يهديهم انا حاجه واحده اخرى انا في هذه الساعه انا راني كربه هم قايمين بينا هنا يعني ما عندي ما نحكي لها ماكلين شاربين راقدين ما عندهم ما يخش خشيت روطا كي لحقنا 70 سنه ما بقاش يا بنتي لحق 70 التاويل كي يكون صغير لي اسمه دوك طبرت انا باش نقول لهم الله يهديهم احنا نقول لهم الله يهديهم ان شاء الله في الحقيقة أن النظام الميراثي في الإسلام هو جزء هام وخطير من الموروث المالي الذي يكتسبه الإنسان ثم ينفقه إما كسبا وانتقالا أو تحصيلا ثم توزيعا ولأجل أن المال هو صنو الروح وهو قوام المعاش وهو أساس الحياة وأن نفوس الناس قد جبلت على محبته على حب اكتنازه واقتنائه وادخاره فإن الله تبارك وتعالى تدخل في أهم شرايين الاقتصادية التي يمتلكها الإنسان منها مثلا الأنفال أو الغنائم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله في مسائل الزكاة أن الله تبارك وتعالى هو الذي حدد مصادر ومصارف الزكاة نفس الشيء بالنسبة للميراث حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعطى له هذا الأمر وقال الله عز وجل في صدر الحديث عن الميراث يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ولكن ما نعيشه الآن من مشاكل فيما يخص الميراث تصل حتى إلى القتل في بعض المناطق جراء الطمع في 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 الاستحواذ على 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 ميراث الورثة الشرعيين اعتقد انه من لا يخاف الله في الورثة والطمع والأنانية في الاستحواذ على الميراث الشرعيين شراوا القتل شراوا بعد القتل شراوا بعد يعني جروح خطيرة شراوا بعد يعني وين مشكلة كبيرة شراوا هذه يعني واضحة يعني سؤال واضح هذايا شراوا مشاكل كبيرة الناس دخلت الحبس والناس تعطلت هذاك الورث باش يبيعوا كاين اللي ما يخافش من ربي كاين اللي قتلوا كاين اللي ضاربوا كاين اللي ما يهدروش مع بيناتهم على هذا الورث ما يهدروش كاع كاين مشاكل بزاف في الورث هذا قد ما نبتعد دعاء الدين قد ما نوصل الأمور هذه الخطيرة قضية الميراث هي قضية مادية أولا وقبل كل شيء دائما المادة تشكل مشكل بين الأسر حتى مع الإخوة فقضية الميراث إن لم تعد العدة لها إن لم تسبقها تفكير إن لم يسبقها كذلك المنطقية إن لم تسبقها الروح الإنسانية والحفاظ على سيرة الرحم قضايا الميراث هذه عامة ما تؤدي إلى قطع سيرة الرحم وتؤدي إلى مشاكل عديدة
حرمان المرأة من حقها الشرعي في الميراث منتشرة بشدة للأسف، والمرأة لا تجرؤ على المطالبة بحقها وتكتفي بفتات النقود التي يلقيها لها إخوتها الرجال، وتبقى هي مغلوب على أمرها. إن الإساءة إلى المرأة أمر خطير وذنب كبير. لماذا؟ لأنها ضعيفة، ولأنها لا تستطيع أن ترد كيد الرجل أو تتظلم أو تجهر بالشكوى، إنها امرأة. لذلك كان ظلمها أشد ظلم، وكان إلحاق الضرر بها مصيبة أكبر من كل المصائب. فإن كانت تلك المرأة أما فالجنة تحت قدميها، وإن كانت أختا فدخول الجنة موقوف على الإحسان إليها، وإن كانت بنتا فهذا حقها. ميراث المرأة حق ضائع. تحمل النصوص التي أوصى بها الله سبحانه وتعالى فيما يخص تقسيم الميراث تحمل معان عادلة لا تفتح مجالا للنقاش والطعن، نصوص نصفت الإنسان مهما كان موقعه في التسلسل الأسري سواء كان ذكرا أم أنثى، لكن حتى التشريع الإلهي لم يسلم من تمرد الإنسان الذي يحاول التحايل على أوامر الله سبحانه وتعالى بغية الحفاظ على المال العائلة، وذلك بانتهاج ممارسة إقصائية تحرم الأنثى من حقها في الميراث سواء كانت أما أو زوجة أو أختا أو ابنة، ممارسة معروفة أيضا في بعض المناطق الجزائرية التي استحدثت أعرافا وقواعد تحرم الإنسان تحرم النساء من الميراث بحجة عدم انتقال المال والأراضي إلى الغريب الذي قد يكون خالا أو سهرا. أعراف من صنع المخلوق تعدت على حق المرأة الذي شرعه الخالق. بالمناسبة أن المرأة والبنت والأمة مظلومة في كل نظم توزيع التركة إلا في الإسلام، فهي مكرمة مصان حقها بشكل بديع. أمر آخر أريد أن أذكره أو أن أسوقه بين يدي جمالية التشريع الإسلامي في إعجازه البارع، كيف لا وهو من الله تبارك وتعالى. أننا إذا جئنا نتأمل في آيات المواريث التي ذكرت نجد عدة دلالات. الأمر الأول، أين ذكرت هذه الآيات دون غيرها في القرآن الكريم؟ لقد ذكرت في سورة، هذه السورة معنونة باسم سورة النساء، وكأن حقهن المالية مصان ويجب أن تعطى المرأة حقها، فذكرت في سورة النساء. وما أدراكم ما سورة النساء؟ وفي هذه السورة إشارة إلى الأسرة الصغيرة، وحدة الترابط، المرأة ثم الأسرة الصغيرة ثم الأسرة الكبيرة المجتمع ثم الأسرة الإنسانية، مشيرا إليها في أول آية، اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحدة. أنا كان في دار بابا، كان ما تخلاني جي با ماريي جي ترافاي با، دونك من بعد حبوا يبيعوا الدار باعوها موان شير 1,500,000، ومن بعد قلت لهم معليش بصح انايا لازم تعطوني حقي، بصح فيكوني نومبرو نو سيرمون الدراري والبنات اوني نومبرو، ما يحبوش كيما يقولوا يزيدوا لي جو با شتي، كيما حبيت نسيني الوغ داروا عليا. هما كاع عندهم ديور، ها غير شي ماك تخبا لي يقولوا كريري ما يحبش، لي يقولوا عاوني ما يحبش، يحبوا دوك يديروا شونطاج في الدار يجوا بالوحدي مناسيو فيا. ومن بعد رحت عند واحد لافوكات قالت لي نو سور با دو لا ميزون باش تاخذي لي دغوا تاعك. ايه وواحد اللي ما حمير في دوني ما يعاونوني وما يخلوني في الدار، دونك جو شي اوبليجي دو مسويسيدي. خوتك كامل، خوتك كامل كامل، وحتى واحد بقى قاعده ميكوتي ميم مامي معاهم. والله كدرتي معاهم كدرت، كنت مليحه يما معايا. بعد كي جا مشتري هذيك 1,500,000 قلت له مسيو نوتير جو سين با، قلت لها مدام قالت لي غدوه صبح تخرجي، قلت لها كرولي ولا جو سي با اون اني جو سي با لو طون دو تروفي. ما حبوش جالي مسويسيدي، لو كان ماشي الاخر ماشي وحده
كيما يقولوا ماشي يعني وحده حبيبتي سقسيتها قالت لي نشوف لك لافوكاتونس قالت لي نسوق با دو لا ميزون قالت لي بوغ تو غامني دي دغوا دوكا هاد الحكومه هادو لو جو سي با هاد لا لوا يلحق واحد يقتل روحه. انت شحال عندك من القضيه؟ هادي قضيه دوكا يعني دوكا صافي دي جور من احنا عند النوتير كي ما حبيتش نسيني يزون تران دو مناسي نخرجوك من الدار كي تخرجي نضربوك القشك برا دوكا جو سي با كومون جو في فير الخاوتي ما نسمح لهمش ما نسمح لهمش الخاوتي يما واقفه معاهم يما باسكو تمشي مع الوقت باسكو موش ترافاي با جو سي با ما عنديش دراهم شي باريش جو سي مي كوبين كي ما دونا مونجي كي ما بون ما كاش وين نروح ما كاش ما عنديش الدار ندخل بالخلعه نوض بالخلعه دي فوا نخمم نقول دوك نقتل روحي ولا جو سي با كوا فير جو سي با كوا فير ما على باليش مازالت وقت العبوديه وقت الوقت بالك لي فوتو قلت لي المراه الجزائريه مازالت مسكينه محقوره مازال ما كان لا مينيستير دو لا فام لا المحزن ما كان والو الا كتافو كبار عند الحكومه يدي واش تعب البنات اللي كبار مقدمين الحكومه يدي واش حقهم ولا اللي مسكينه ما عندها حتى واحد على اوكين ما كانش ما كان ني لا لوا ني القانون والو اوكين دغوا محاميه ماشي شتي صاحبتي هي تخدم محامية تعرف واحد يخدم ماشي تعاوني بدراهم باسكو على بالي بلي ما عندهاش هما اللي يعطوني دراهم يعطوني اخر قالوا لي ست دغوا مي هادو ما عندهم الميم نوتير قالوا ما تحشموش ما تقدروش تكرو لها اللي يقول لها نوتير كريها يقول حتى واحد منطق لازم ما نخدم ما يعطوني دراهم ما نقعد في الدار ما يشرو لي ما يعطوني علاش هكذا كونتخ مو باسكو نساهم هكذا نساهم ويما كي تشوف الدراري قاويين عليا تتبع دراري ما نعرفوا القبايل بين ان بو انكور بلوس اي بريفير لو غارسون كي لا في اه عيب ما وكان عندي لو كان مزوجه لو كان عندي دراهم جو دوموند با بلوس سي تو تافي نورمال مو مو جي ريان كيفاش هادي لا لوا الجيريان المراه تطر ما في الزنقه ني ماري ني انفون ني بير ني مير ني بيرسون خاوت يديو لها حقها ويرميوها هذا البطل الا بوت فريقه عنده اللي درع يجي يوري لها نساها هكذا ولا كاش ما يديرو لا لا الاخر واسمع الاخر لاشين تاعهم لا فما البابا يتميز دو لا شين هوكار سيل بو ايدي لي جون كوم سا سيت ان بليزير بور نوتر بيي سيرتو لا فام المحقوره بور لا فام محقوره بزاف في اون الجيري ان شاء الله جو سي با كوا فير على شرع الاسلام قال المراه ترمى بران قال لك القديده الفيحه ما يطموها غير مواليها حاجه يعني مرام ماشي قد تنقولوا مثال هكذا يعني بصح قال لك القبايلي انت صعيدي سويض عندك عندك مصري قال لك عندك فلوس سوا ما كاش بلاش رانا فيها المرا الجزائريه جو سي با دوكا كيسكو وز الي فير جو سي با باسكو الحكومه هذه تعاوننا شويه ولا جو سي با لا فام الجيريه محقوره ولو كان عندها وش عليه فتح لي ما عندهاش كيفاش دير انا باش نروح لتروطوار جو بي با أمون ناش نروح نتخاتي بعد نقول لهم عطوني دهم قال حتى واحد ما يشوف فيا حتى واحد ما نساهم يضحكوا 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 فوالا يضحكوا يضحكوا باش يضحكوا باش يضحكوا هذا القانون هذا ولا ماذا بكم تعاونوا لا فام الجيريان اللي ما عندهاش جو بارل با اللي عندها اللي ما عندهاش سيتو كيما يقولوا البنات كانت تسقم هذا هو الاخر على بالي لا مرا ما تساش كيما لوم مي كوم مي لا سي دغوا لو دو روجيتي دون لا ري لا 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 اه كان قلت واش هدرت ربي يشري هناك مبدا اولا مفاده انه لا يمكن اجبار اي احد البقاء في حاله الشيوع في حاله الشيوع وبالتالي قضايا هنا متنوعه من قسمه تركه انهاء حاله الشيوع المطالبه بها سواء تكون هنا قسمه وديه اي اللجوء الى القضاء بعد اتفاق الجميع الورثة الشرعيين بالتراضي أو في حالة إذا كان هناك نزاع أحدهم أو بعضهم أو أغلبهم أي بشرط من تكون له هنا قبل اللجوء كمرحلة أولى أو كإجراء أولي اللجوء إلى القضاء العدالة للحصول على نصيبه من التركة لابد من توافر شرط الصفة صفة في المتقاضي إثبات صفته كورث شرعي ايضا يجب ان تكون له هنا ايضا له اهليه التقاضي اهليه قانونيه للتقاضي حتى يتسنى له المطالبه باقتسام مال الشائع. يعني
يعني المرأة هي اللي هي الرسول عليه الصلاة والسلام مستعرف بها، يعني هي الأم وهي يعني رب البيت كوموندي. إيه ألوغ نقول باللي يعني هذا الشيء اللي ما يخليش يعني يعطيوها أهمية كبيرة. وأنا نقول رجال الدين كاينين، وأنا ماذا بيا هادو رجال الدين اللي يعني ما شاء الله يعني بلادنا ماهيش مخصوصة، يعطوا يعني فكرة ويقيموا هذا هذا الفئة هذه تاع اللي يقولوا المرأة ما عندهاش الحق كما. وأنا نقول يعني المرأة أم وهي الأساس البيت وهي اللي تعذبت وهي اللي يعني يقول لك جابت للدنيا هذه، كيفاه اليوم يقسموها ويحيزوها. احنا في الدار ست دراري، اربع رجال وزوج بنات. كيما بابا خلانا دار واسعة كبيرة وفيها حتى قسمة الواحد يزيد يكمل يبني. كيما بابا بيان سوري ما رفضت هذوك الدراهم اللي خلاهم بابا، باسكو خلانا شوية دراهم هكا باش نكملوا بهم. عطاتهم الخويا الكبير، هذا خويا الكبير وكلفاتو قتلو هاك زعما وتهلا انت اللي تعرف كيفاش تكمل تبني وش كاين، طلع حوانت باش نعيشو بيهم ونسترزقو منهم قاع انا احنا خاوتي اختي الصغيرة ليا. خويا هذاك وش دار؟ دا هادوك الدراهم، قالها عطاني هادوك الدراهم حتى اللي كانت مخبيتهم هي دياولها، دار بها دار بها بالعقل، قالها يما باش نكمل بهم البنيان نطلعوا حوانت واسعين نعيشوا منهم نديروا التاويل وقاعتك. بعدها داهم بناو الحوانت بداو يخدموا خاوتي، هادي عليها بزاف شحال من سنة، بداو يخدموا خاوتي خدموا في الحوانت هادوك اللي حل غيستوغون اللي حل هادي اللي حل هادي. وبعدك جازوا العوام عياو بداو يكروا فيهم بالواحد، حتى كراوهم قاع شافوا بلي الكروة هذه كانت تدخلهم، كانت تدخلهم خير من واش كانوا يخدموا وما يتعبوش. زدنا كبرنا حنا تزوجنا، تزوجت انا زادت مدة، زادت زوجت اختي صغيرة، اختي صغيرة فتح عليها ربي راحت ليتخونجي. وشنو قعدت هكا قعدت كلكزاني عاودت ولات. ديجا في هذوك العوام اللي كانت قاعدة هي اللي كانت تعاون فيهم كي كانوا مخصوصين، اللي يجي حيتزوج هي اللي تعاونوا، ربع رجال بصح هي اللي تعاونهم. انا مزيرة راجلي مزير، انا دوك كيما راني كارية وراني مولات ربع دراري وكارية عند الناس، وخاوتي قوجا فيلا عندهم. ايما كبرت ما ولاتش تفهم ما ولاتش تفرق. الكارية هذيك اللي كراوها من نهار بداو يكرو في الحوانت، قوجا ربع حوانت من اللي بداو يكروهم، وما قبل ما يبداو يكروهم كي كانوا يخدموا لليوم جامي شفنا منها دورو، جامي عطاونا حقنا، جامي خمو قالوا خواتاتنا نسا محتاجات بالك الاخرى شويه حالها مسقم عليا، بصح انا راني كاريه عند الناس وراني نعاني ولادي كبروا ما عنديش باش نعيشهم. وحنا شغل حنا سنين وحنا حشمانين نروحوا لعند خاوتي ونقول لهم فوالا بداو تعطونا حقنا، عطونا دراهمنا، اقسموا بعدل، اقسموا كما قال الدين وكما قال اسم القانون تو، على خاطر احنا شويه عائله محافظه معروفه بلاصتنا في العاصمه، شغل دارنا معروفه، لا فامي معروفه كبيره. نهار اللي دقت بينا الدنيا رحنا عندهم، رحت انا بيان سور على خطر انا بصفتي الكبيره، رحت هضرت معاهم شحال من خطر نهضر ونعاود ونقول احشموا يعني دوك حنا رانا خلاص انا الحق الوقت باش تعاود تبداو تعطونا يعني حاجه لازم ندوها. خويا الكبير على خاطر هو اللي يمثلهم دائما، كاين اربعه بصح هما كاع ما يهضروش يتغطاو من مورا. خويا الكبير هذا هو اللي راح عمر خاوتي، هو اللي قال لهم البنات هذو دوكا ما عندنا ما نعطو لهم، راهم برجالهم راهم متزوجين، انا تزوجنا وكبرنا وكبروا ولادنا وما عندناش باش نعيشوهم، انا راجلي مات، الدراري هذوك راهم قاعدين يتامى،
كبروا بداو يفهموا تما ما يتفهموش مع خوالهم، على خطر فهموا وعلى بالهم باللي خوالهم حقارين، حقرونا كي شافونا نسا وحدنا. حتى ولادي داروا النيف ما يحوسوش عليهم، وبلا ما يحوسوا يربحوا العيب ولا يروحوا يطلبوا، قالك حنا ما نطلبوش. بصح انا على بالي بلي هذا حقي خلاه لي بابا. يما حقروها خلاوها كبرت ولات ما تفهم والو. اخر مره رحت وهدرت قلت لهم يا تعطوني حقي يا نولوا في حاجه واحده اخرى. قالك دوك انتي ما تخافيش تبهدايل، ما تخافيش الفضايح، ما تحشميش، دوك نولوا في هضره واحده اخرى. قلت لهم انا تبهدايل ما كاينش تبهديله فوق هذا الشيء اللي رانا عايشين، والناس راهي تشوف نتوما فاش راكم وانا فاش راني، ماشي على جال كي ما كناش نتفاهموا بكري ولا حفايس راو تحرموني من ورث من حقي، حاجه خلاها لي بابا كيما نتوما ولادو كيما انا بنتو وكيما اختي بنتو. وما خلاو حتى مرضت يما، حتى ولات ماشي قادره، ماشي ريسبونسابل وماشي قادره تعيش روحها وترفض روحها. رفضوها هما وقال لك لو كان تحوسي تلحقي الشرع، يعني نلحقوا الناس تسمع ونتبهدلوا مع الناس. قال لك لو كان تكبري الحكايه وتزيدي تجي وتقولي اعطوني دراهمي يماك ما زيديش تشوفيها. يما اللي ولدتني ما زيدتش نشوفها، على بالكم واش معناتها هذا الشيء؟ علاش؟ لخاطر هي دوكا ما تقدرش تدافع على روحها، ما تقدرش تخرج ترفض روحها وتجي خارجه من الدار، خلاص راهي عندهم. قالك دوكا رانا راحمينك، راكي تشوفي في يمك. خطره بعت وليدي الكبير حاوزوه، قالوا له تحب تجي تشوف مانك مرحبا، تحب تجي تهضر لنا على حفايس ما يخصوكش اخرج برا. كي داروا هكذاك لوليدي انا غاضني وليدي، رحت انا قلت لهم هذا اخر افيرتي سمح نعطيه لكم، ومور هذا الشيء راح تلحقكم ورقه وراح نتلاقاو في هذيك البلاصه اللي على بالكم بيها، وندي حقي منكم، وانتم ما خليتونيش نلحق الشرع باسكو على بالكم بلي الشرع يعطيني حقي. حتى اذا ما عطانيش دي باغ على حسب كاع هاد العوام اللي كليتوهم لي، يعطيني ان دومي باغ، هذاك هو ندي حقي. اذا خرجت بالضرب، خرجت محاوزه، ضربني ايه خويا ضربني وخرجني وحاوزني من الدار هكذاك. كي شغل ماشي اختك، شغل عدوه، وماشي غير عدوه، حتى العدو ما نضربوش مرا ضربني، رفد يده ورخصني وسبني قدام ولادو قدام مرتو، تبهدلت وخرجت هكذاك. صح هذه هي للدوك مازال ما فرات، على خاطر الشرع في بلادنا يطول بزاف، وقضيه ما جيت فرا وما جيت تحل تا نشيبو معاها، وانا هذوك لي زافوكا ديجا ما عنديش باش نخلصهم، الوغ القضيه راهي ميته، راهي تمشي غير بالعقل. وهذا هو، لو كان جات المراه تسوى في بلادنا ومقادرينها وعاطينها حقها، ما نوصلوش للشي اللي وصلنا ليه دوكا. خويا نروح نقول له عطيني حقي اللي كليته لي بوندون دي زاني وانت تاكل فيه لعبتها لنا كاع. كي كانت يما قادره على روحها، كل ما تروح عنده ولا كل ما تعيط له يبلعطها، يا يما وراني حاصل، يا يما خلي حتى نكبرو، يا يما خلي حتى نطمو نزيد ونطمو شويه دراهم، يا يما خلي نكبرو لي كوميرس ديالنا ومن بعد انا ندير لكم التاويل. ديري فيا كونفيونس وانا ندير لكم التاويل، وانا نتلها بخواتاتي، وانا نشري لهم ديار، وانا نشري لهم طوموبيلات، وانا ندير لهم كي الحق الويل كان حبي الحق. صبي يما كبرت وخرفت، خلاص يما لعبها لنا وتمسخر بينا، وكل ما نهضروا يقولك انتوما دوك راكو برجالكم وراكم زوجات، وعلاه اللي مزوجه ما تديش حقها من عند باباها، وعلاه اللي مزوجه الميراث ديالها خلاص يروح يتكل، معليش عطيهولي ومن بعد انا ندبر راسي واش ندير به. على كل حال باش نسمحلو، والله ما نسمحلو باسكو حقرني وحقرني بزاف بزاف، قدري وطيحولي. ما ننساش اللي داروا فيا، خويا اللي كان لازم هو اللي يرفضني، هو اللي يكون ربي يسامحونا. ما نسامحوش.
وفي حالة النزاع كاين حالة هنا الورثة ما يكونش تفاهم بيناتهم، سيما ماشي بين الأشقاء أو الإخوة، يكون أشقاء من الأب أو من الأم، دونك هنا تكون حالة النزاع أمام رفض البعض منهم لإحدى الوثائق إلى الموثق. دونك هنا الورثة كل ما يهم الأمر يريد اقتسام المال الشائع اللجوء إلى المحكمة، يكون تعيين موثق تراه المحكمة المناسبة بموجب حكم، موجب حكم لتحرير الفريضة حتى تكون الدعوة مقبولة شكلا. هو يعتبر في هذا القانون إجراء جوهري لقبول الدعوة. حكايتي بدات في 2012 كي توفى الزوج ديالي. كنت عايشه لاباس عليا انا وثلاث دراري، ما كان خاصني والو، كنت ناكل بيان نلبس بيان نحوس ندير واش نحب. كي مات راجلي لقيت روحي في الزنقه، ني دار ني دوار. الاهل ديالو رموني رميه تاع كلاب، ما حوسوش عليا، ابوندوناوني، ابوندونا ولادي. وكيما جريت باش على حقي ولا حق ولا ما نسحقش انا حقي، نسحق حق ولادي برك. كي جريت على حق ولادي لقيت بلي ما كاش حتى واحد اللي يسمعني، لقيت روحي نجري في البيت. سييت نكلف محامي، بصح نوفو ديالهم كانوا كتر مني، خاشو ما ناس لبس بيهم. صافي كل ما نكلف محامي القضية ديالي تولي للون. كي عاود روحت ليهم دومونديت حق ولادي، لوجه ربي ولوجه هذوك الدراري، قالوا لي لو كانت تزوجي نحوهم لك، ولا كي حبه تدي الورد ديالك ولا الورد تاع ولادك لازم عليك تزوجي بخوه. خممت بيان مع روحي، شت بلي ما كاش واش ندير ابار الشيء اللي قالوه لي، شت بلي ولادي حين يتشردوا، لقيت روحي في الزنقه، ولادي صغار في الزنقه، انا ماشي خدامه، الو كان لازم عليا نتزوج بخوه. كي تزوجت بخوه وتما لي زادو كثروا المشاكل وتوجور على الميرات. كي كثروا بزاف المشاكل حبيت ندوموندي طلاق، وزادو هدوني بوغ لا دوزيام فوا، قالوا لي لو كانت تلقي معاه ثاني تمديش الميرات ديالك وما ديش الميرات تاع ولادك. دوك راني نخمم كيفاش ندير، حرت كيفاش ندير، راني حابه ماذا بيا نطلق وندي دراهم ونروح نهرب ولادي، ما نريحش هنا. ماذا بيا ندي الورد تاع ولادي، ما نسحق انا حتى دورو، نسحق الورد تاع ولادي. هذا ما كان، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل منهم. ما نسمح لهمش ني دنيا ني اخره شردوا لي ولادي، يتموهم لي من جهه باباهم، وزادوا يتموهم لي من جهه العائله ديالهم. ما سقساوش عليهم، ما حوسوش عليهم، ما مدولهمش حقهم، ما خزروش كاع فيهم، ما غادوهمش، وراو الحق تاع اليتامى، وراو الحق تاع اليتامى. وشنو هاد العادات والتقاليد اللي راهم يجبدوهم من راسهم؟ المراه الا مات راجلها ولا تلقد ما عندهاش الحق في الورد، وراو الحق تاع المراه، وراو الحق تاع اليتامى. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. كاين بعض المناطق لما يحترفوش مثلا للمرأة بالميراث، وهذا من ناحية قانونية وغير قانوني، ومن ناحية شرعية وتشريع الإسلامي ثاني ما كانش كتب سماوية نزلت تحرم أي إنسان من حقه في الميراث. أنا أشوف أنه العادات والتقاليد هذه خرافية ما عندهاش حتى هي يعني عيب يعني في المجتمع تاعنا، وحرام عليهم أنهم يمنعوا المرأة من هذا جهل كبير. شوف انا نقولك بصراحه، انا والله جبي ربي عليها المراه، كي مراه تاع لها مسكينه نورمالمون كي يموت باباها ولا عندها مسمو عندها حق تاعها. يا سيدي اي خويا، في دين الاسلام، في دين الاسلام عندها حقها، بصح في الوقت هذا اللي رانا فيه حنايا المراه كي تزوج، حنا نسمعوا كي تزوج يقول لك عندها اولادها وراجلها وكذا وكذا، شغل شغل يرموها بهذا الكلام هذا.
يعني نقولوا بلي العائلات يعني غير يقولوا المراه ينحيوها تكون عندها ورط مع خاوتها يقولها لا احنا اللي نسالوا انت يا تدي، وهي كي تكون عليهم قولوا بلي رجال دين ويعني وائمه اللي يكونوا في الجامع لازم يطرحوا هذه المشاكل يهضروا عليها في الجامع، لانها الرجال كي تكون في الجامع تروح تصلي ويسمعوا هذه بالك هنا ياخذ بعين الاعتبار يسمع ويقول بلي هذا يعني هاو بالك هو ما عارفش بالك هو يقول بلي المراه ما تسالش والاخت ما تسالش ولا يعطيك صحة يقول لك أنا نسمعه من بكري المرأة ما تسالش ما عندهاش، هذا شيء غلط. وماذا بينا إن شاء الله رجال دين أئمة في الجوامع، خاطرش الجامع راه يرد للطريق ويرد للطريق يعني يهدي للصلح، وهذا شيء يعني اللي ما نقدروش نتبرأوا منه ولا ما نستعرفوش به. أنا نحيي كل يعني رجال الدين والأئمة اللي راهم واقفين على هذا العمل هذا يهدوا للخير وإن شاء الله ما يكون غير الخير. على بالنا من المناطق هذه الجايه في بلاد قبائل في الجبل ما يقول لك المراه ما كاش ما تديش بايها باش نسيب ما يوردش، هذه نعرفوها بصح احنا هنا في الجزائر ما عندناش هذه، يعني هذه الامور هذه كاع الناس عايشها، يعني الانسان كيكون عنده الورث اللي كاين كل واحد كيفاش عايش في العائله ديالو، وهذا الورث اللي في بلاد قبائل يديروا هذا الشيء، يعني المراه ما تديش حقها ويديه الولد، وما يسموا على ديجا في الولاده كي يزيد عندهم الطفله ما يحبوش، يحبوا الولد قبل الطفله على الولاده تاعها باش يقعد توجد الوقت يقعد الاسم يمشي، هما يحبوا زعما الاسم يمشي باش ما يموتش الاسم. ودوك في الشريعه الانسان دوك راه ماناش كيما بكري، دوك الشريعه تقدمت الانسان كان الدين كان الناس اللي تطبق الدين كان اللي يدير كل واحد يدي حقه. لا علاش ما وشنو عندنا حق، ديجا بوتفليقه عطانا حق في كلش صافي كل ورث ما ندوش، هذه الغيره غرتو منا. ان الميراث شرع له بقوانين الهيه ووضعيه واضحه. رغم هذا التقنن والتقنين في التشريع الذي يرافق الميراث تشريع وضعي وتشريع إلهي، إلا أن الأسر ومالكي والمالكين يخرجون في غالب الأحيان عن هذه التشريعات، هذا ما يحدث فوضى. لو تحترم الأسر القوانين والتشريعات وما ورد من قانون الإلهي في قضية الميراث لما كانت الأمور تصل إلى حد المشاحنات والشجارات، ولكن حتى عندما نتكلم عن المرأة هناك من تجاوز الحق في المرأة الذي سنعود إليه الآن، تجاوز حق المرأة وكأنه يشرع بنفسه ويدير قوانين خاصة به وتحرم المرأة من ميراثها عنوة هكذا، وهذا لم يرد لا في القرآن ولا في القانون، إنما أسر تتصرف هكذا لأن المجتمع مجتمع رجالي، وفي المجتمع الرجالي المرأة تحرم من عدة حقوق وتسلها قوانين أخرى. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده، أي هذه حدود الله، قال تلك حدود الله، فإذا تحداها لم يعد متوعدا بدخول جهنم والعياذ بالله. هذه نصيحة أو تنبيه نقرع به آذان الذين لا يرعون هذا الأمر في مسائل تقسيم المواريث، قال ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هل مع هذه الزواجر الروادع القرآنية أن الإنسان لا يؤوب إلى رشده في تلك الملاليم أو تلك الأنصبة أن يعطيها إلى حقها، وأن المرأة عندنا لا ترث؟ دونك يكونوا متفاهمين على القسمة، ولا ماشي متفاهمين يروحوا العدالة، لازم العدالة ويجيبوا الفريضة في حالة كاين القضايا ترفضت كامل في حالة غياب الفريضة. الفريضة علاش الفريضة؟ هي اللي تبين صفة الأطراف في الدعوة عم يطالبوا بالقسمة التركة، الصفة تاعهم باللي كوارثة، والنوتير يكون يحدد الوارث فلاني فلان فلان خلف أولاده زوجته من الأبناء من الزوجة الأولى ولا الثانية ولا من الطليقة يكون عنده أولاد وهكذا، ومن بعد باش المرحله الثانيه تليها المحكمه هو في كامل الحالات تاع القسمه تركه لابد من تعيين خبير او اكثر تراه محكمه مناسبا للقسمه. المهمه تكمن في اعداد مشروع قسمه وتحديد نصيب كل واحد منهم على حده، وفي حاله ومتى تعذر ذلك الحق ببيع بمزاد العلني لا فونت اون شير بوبليك دي فات كوني ميزون كاين بزاف لي زيريتي. دونك الخبي كيجي يقسم
دوك ما يقدرش يسكن كامل ورثه، امبوسيبل، يقول لك مستحيل. دوك التقرير تاعو يحرر التقرير تاعو كتابي القاضي تاع المحكمه، يقول له المستحيل تكون قسمه، ما تكفيش، ما تغطيش حاجيات كامل ورثه. دوك المحكمه هنا واش ترى؟ البيع بالمزاد العلني مباشره. لمعالجه هذا المشكل يجب اللجوء اولا الى تصفيه المشكله اجتماعيا ودراسه علميه، يعني من الناحيه الاجتماعيه من الناحيه النفسيه المشكل هذا، ومن ناحيه تشريع العوده الى علماء الدين الائمه، وكذلك دور التربيه، دور التربيه عندها دور في حل هذه المشاكل المتعلقه بالميراث. انا باش نقولها لك يعني بكل صراحه، انسان يخاف ربي ويدير ربي في قلبه ويعرف واش قال ربي، ربي يهدي قومنا. وصدقوني يعني ربي سبحانه كيقسم الميراث او عادل بين عادل بين في الاسره، عادل ربي سبحانه هو العادل، هو عنده صفه العدل، فبالتالي ما اعتقدش انه ربي سبحانه يفضل هذا الذكر على الانثى، لا ابدا. إذن أنا لما قلت أن قضية الميراث هذه هي قضية لابد أن نضعها كمشروع، كمشروع. لماذا؟ لأن الميراث هو موجود من القديم، موجود، إما أن يكون إرث موروث عن الأجداد والآباء قديم لابد أن نفكر فيه، وإما أنه ميراث مكتسب، يعني وين الأب كسبه بعمله بنشاطه، مثلا بناءات أو أموال أو قطع أرض إلى آخره. ما دام هذا الميراث موجود لابد أن يكون كمشروع في الأسرة، مشروع يفكر له مسبقا، مشروع يفكر له كيف يقسم، على من يقسم، كيفية التقسيم، وذوي الحقوق تبعا للقانون والشرع. إلا أن العائلة تتهاون، يعني تتهاون في هذا التفكير، نترك الميراث هكذا مفتوح، لا يفكرون فيه، ما يخموش هذا الميراث كيفاش راح يقسموه، لمن راح يعطوه، وكيفاش يقسموه. ولما تحدث الوفاة تحدث هناك فوضى عارمة في كيفية التحكم في موضوع هذا الميراث، تحدث فوضى عارمة، وهذه الفوضى العارمة تؤدي إلى مشاكل تنتهي على طاولات المحاكم. لكن للأسف 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 أبائنا وأمهاتنا يعني لهم الوقت الكافي. أفتح قوس وأقول ربي طول العمر، ربي طول العمر، ولكن لابد أن يفكرون كأحياء، يفكروا هما وحيين في هذا الميراث كيفاش يقسموه على أولادهم بطريقة عادلة، بطريقة عقلانية، بطريقة قانونية، بطريقة ترضي الجميع. نقول لمن ظن أنه كسب بذكائه مالا أو عقارا حراما، إذا نجوت من العقاب في الدنيا فلن تنجو من عقاب الآخرة، بل إنك ستتمنى أن تكون عوقبت في الدنيا ليخفف الله عنك عقاب الآخرة. وقد يبقى غيرك يتمتع بأكل الحرام الذي خلفته له وأنت تعاقب عليه في قبرك. إن هذه المشكلة أصبحت ظاهرة في بعض المجتمعات وتحتاج إلى التوعية وتوضيح من رجال الدين والدعاة الكرام، سواء في خطب الجمعة أو غيرها، وعلى رجال القضاء عدم التسرع في إصدار صكوك شرعية لبعض الورثة قبل أن يتأكدوا من أنه لا يوجد ورثة آخرون. هذا وبإذن المولى عز وجل نعدكم أن نواصل على هذا المنوال إلى أن يلوذ الباطل بالفرار من عنادنا ويبقى الحق راسبا لثنايا الوطن. وبين هذا وذاك خط برتقالي لا نتجاوزه، وصلنا لحدود الخط البرتقالي لحلقة اليوم. نشكركم على كرم متابعتكم وتواصلكم الدائم معنا، نلقاكم بحول الله في العدد القادم مع موضوع آخر. شكرا لفريق العمل، سلام.